لازلنا في موضوع linear systems of or systems of linear first order differential equations، أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية، systems of linear first order differential equations. يعني بالعربي نظم المعادلات التفاضلية الخطية من الدرجة أو من الرتبة الأولى، من الرتبة الأولى. الآن تكلمنا في الدرس الماضي أن عن الأنظمة الخطية المتجانسة، وقلنا النظام الخطي المتجانس يبدو بهذه الصورة x dot أو x dash، يعني مشتقة المتجه المشتقة هو يساوي a مصفوفة عادة تكون ثوابت ضرب x وهو الحلول، متجه الحلول. هذه الصيغة تسمى homogeneous linear system، هذا homogeneous أي متجانس. الآن نستمر في شرح هذا الموضوع، موضوع النظم المعادلات التفاضلية الخطية من الرتبة الأولى. هنالك مبدأ مهم جدا اسمه superposition principle، وهو من أهم المبادئ في حل أنظمة المعادلات أو نظم المعادلات التفاضلية. هذا المبدأ يقول إنه إذا كان عندي x1 x2، هذه حتى xk هي مجموعة متجهات تمثل الحل، مجموعة الحلول أو متجهات الحلول، لأن الحل عادة في عندي حينما أحل سيستم أحصل على مجموعة حلول على صورة متجهات. الآن لو كان لدي X1 حتى XK هي solution vectors لنظام المتجانس X dot تساوي AX، هذا homogeneous system على الفترة لنسميها الفترة I، فإن linear combination التركيبة الخطية التي هي X كمتجه تساوي C1 ضرب X1 المتجه X1، طبعا هذه كلها متجهات، زائد ثابت C2 ضرب المتجه X2 إلى أن نصل C sub K X sub K المتجه XK. طبعا C I هذه هي عبارة عن طبعا I 1 2 إلى آخره حتى K، هذه ثوابت أو أحيانا تسمى arbitrary constants، يعني ثوابت اختيارية نختارها نحن بما يناسب المسألة، ثوابت اختيارية. وسنتعلم ماذا نعني بالثوابت الاختيارية لاحقا حينما نحل هذه النظم من المعادلات التفاضلية الخطية من الرتبة الأولى. فهذه التركيبة الخطية هنا هذه تسمى linear combination، تسمى linear combination أو تركيبة، أو تركيبة خطية، تركيبة خطية للحلول، لأنه X1 X2 حتى XK هي حلول، فأنا عملت تركيبة ركبت الحلول مع بعضها في هذه الصيغة الخطية. يعني لاحظ في عندي جمع بين كل مركبة أو تركيبة من هذه التركيبات التي تتشكل بإيجاد مجموعة من الثوابت الاختيارية C1 C2 حتى CK مضروبة في
متجهات الحلول. فهذا المبدأ يسمى superposition. superposition principle. أنا الأصل أن أكتب هنا superposition principle. هذا المبدأ يقول إنه إذا كان عندي x1 x2 لحد xk متجهات الحلول للنظام المتجانس x bar تساوي ax على الفترة i، فإن التركيبة الخطية هذه تشكل حلا. إذن هذه is also a solution of the system، وعلى نفس الفترة i. طيب جيد، الآن لنأخذ مثالا على هذا، على مبدأ superposition. مثلا لو كان لدي x1 يساوي متجه الحل يساوي cosine t سالب نصف cosine t زائد نصف sine t سالب cosine t ناقص sine t، وكان عندي متجه آخر من متجهات من الحلول هو صفر e قوة t وصفر. هذه حلول للسيستم، للنظام x dot تساوي واحد صفر واحد، واحد واحد صفر سالب اثنين صفر سالب واحد، مضروبا في المتجه x الحل. الآن باستخدام superposition principle نستطيع صياغة الحل x على صورة مركبة c1 ضرب x1 زائد c2 هو ثابت اختياري آخر ضرب x2. فأستطيع كتابة هذا الحل، يعني أستطيع دمج هذا وكتابة هذه الحلول x1 و x2 كتركيبة خطية من حل عام هو c1 ضرب cosine t سالب نصف cosine t زائد نصف sine t سالب cosine t ناقص sine t زائد ثابت آخر اختياري ضرب الحل الثاني أو متجه الحل الآخر. الآن هذه التركيبة الخطية تشكل حلا، هذا حل للنظام المتجانس. جيد، إذن هذا هو superposition. نستطيع كتابة هذه متجهات الحلول على صورة تركيبة خطية وتشكل حلا أيضا على نفس الفترة i. الآن يوجد لدي مفهوم غاية في الأهمية في صيغة الحل، هو ما يسمى الارتباط الخطي والاستقلال الخطي، أو ما يسمى linear dependence، ارتباط خطي أو استقلال خطي، إما أنه ارتباط خطي هذا يتحدث أو استقلال خطي، هذا يتحدث عن العلاقة بين هذه المتجهات، متجهات الحلول x1 x2 لو كان لدي حتى xk أو xn، هذه set of solution vectors يعني متجهات الحل للنظام المتجانس x dot تساوي ax، وكان لدي هذا السيستم، لدي سيستم متجانس، نظام متجانس، وهذه كانت هي الحلول. الآن نقول أن هذه الحلول linearly dependent، هذه المجموعة من الحلول is linearly dependent أي مرتبطة ببعضها خطيا على الانترفال، على الفترة i، متى؟ إذا وجد
ثوابت C1 C2 حتى CK ليست جميعها أصفارا, not all zero, بحيث أن such that أن التركيبة الخطية C1 X1 زائد C2 X2 حتى CK XK هذه التركيبة الخطية تساوي المتجه صفر لكل T, قيمة T على تنتمي للفترة I. إذا استطعنا كتابة هذه التركيبة الخطية, كتابة المتجهات على صورة هذه التركيبة الخطية بحيث أنها تساوي صفرا, علما بأن ليست كل الثوابت أصفار, يعني هذه الثوابت C1, C2, C حتى CK ليست جميع أصفار, واستطعت كتابة التركيب الخطي وأعطتني المتجه الصفري, فإن هذه المتجهات تسمى linearly dependent. إذا كانت هذه set of vectors not linearly independent, linearly dependent نسميها linearly independent. إذن otherwise بخلاف ذلك, إذا كان الحل الوحيد الذي يعطينا صفر متجه صفري هو أن تكون جميع الكونستانتس أو الثوابت سيز أصفار, فإن هذا يسمى هذه الست linearly independent, أي مستقلة خطيا لا نستطيع كتابتها على صورة مركبة خطية إلا إذا كانت جميع السيز أو الكونستانت هي أصفر. طيب كيف أتأكد من ذلك؟ أتأكد من ذلك بما يسمى الوسيلة التالية. الوسيلة هي تسمى رونسكين. رونسكين يعني هي في هذه الحالة تؤخذ على شكل محددة لهذه الحلول. فإذا كان عندي مجموعة حلول فإن المركبة هذه مثلا كان لدي X1 X2 حتى XN مثلا, فإن رونسكيان لهذه الحلول هو المحدد محددة لها, يعني أضع X1 هنا X2 حتى XK فأضعها أرتبها في على شكل فكتورز وأجد المحددة. إذا كان الجواب لا يساوي صفر, إذا كان قيمة المحددة لا تساوي صفر فتكون مستقلة. الآن نأخذ مثالا بسيطا. لو كان عندي X1 يساوي E قوى سالب 2 T, شفنا في مسألة سابقة هذا حل وهذا حل آخر لنظام متجانس. الآن لو أوجدنا للتأكد من أن هذين المتجهين مستقلان أم مرتبطان خطيا, للتأكد في مكانا مستقلان أم مرتبطان نستخدم الرونسكيان. استخدام الرونسكيان بسيط. رونسكيان لهذه الحلول X1 X2 هو المحددة. نضع الآن في العمود الأول مركبة X1 وفي العمود الثاني مركبة X2, وهذا يكون E قوى سالب 2T سالب E قوى سالب 2T, هذا العمود الأول الذي يمثل X1, والعمود الثاني هو 3E قوى 6T 5E قوى 6T, هذا هو العمود الثاني. لأن نجد المحدد, لأن هذا 2 ب2 يعني محدد 2 ب2, كل ما نحتاجه هو الضرب بهذه الصيغة أو بهذه الصورة قطريا بهذا الشكل وبهذا الشكل, ونضع سالب إشارة ناقص بينها, فيكون لدي E قوى سالب 2T
ضرب 5 اي قوى 5 تي قوى 6 تي ناقص سالب اي قوى سالب 2 تي ضرب 3 اي قوى 6 تي. الآن عند الضرب يكون لدي 5 اي قوى نجمع القوى 4 تي ناقص، وعندي ناقص هنا يصبح زائد 3 اي قوى 4 تي، وهذا 8 اي قوى 4 تي، وبالتأكيد هذا لا يمكن أن يساوي صفر لأي قيمة من قيم تي، for all real values of t، لأي قيمة حقيقية من تي.